أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: مجموعة من الموظفين يصلون في مصلى الشركة، فأخبرهم أحد الأخوة أن هذا غير جائز، وأن هناك فتوى من هيئة كبار العلماء في عهد الشيخ بن باز رحمه الله لا تجيز الصلاة في مقر العمل، فهل هذا القول صحيح؟ هذا فيه نظر، لأن إذا كان صلاتهم في مكان العمل أضبط لهم، يصلون جميع ولا يتفرقون، أو يتغيب أحد منهم أحزم لهم أنهم يصلون في مكان العمل، أو أن العمل يتأثر إذا راحوا للمسجد يتأثر العمل، فلا بأس أن يصلوا في مكان العمل لضبط العمل ولأيضا ضبطهم هم، ما يتكاسلون أو يتفرقون أو يتغيب أحد منهم. نعم.